الأستاذ إبراهيم سعد اسم غني عن التعريف، ولا يمكن إن احنا نوفي حقه من التقدير والشكر على ما قدمه للصحافة المصرية والمصري بشكل عام. وأعتقد إن رجوعه طبعا شيء مهم جدا وإضافة ومنور الدنيا كلها، وبنقول له أستاذ إبراهيم رجعت مصر بيتك، وأخبار اليوم ومصر كلها بترحب بيك وبتتمنى لك يا رب دايما كل الصحة والسعادة والعودة إلى التألق من جديد إن شاء الله. مصر كلها لا تنسى للأستاذ إبراهيم سعدة إنه في يوم من الأيام رفض كل الإغراءات، ويمكن ده اللي يعني فتح أمامه المجال عن طريق الرئيس الراحل أنور السادات إنه يتولى قيادة أكبر مؤسسة صحفية شعبية في مصر لأخبار اليوم، لما رفض إن هو يشتغل في جبهة المعارضة والمقاطعة لمصر في فترة ما كده، كان بعد اتفاقية كامب ديفيد والكلام ده. فأعتقد إنه هذا الموقف لا ينسى، وكمان لا ينسى له إنه كتاباته كانت بتعبر عن الشعب المصري وعن مشاكل مصر وهمومها وأحلامها، فده شيء لا ينسى للأستاذ إبراهيم سعدة. طبعا أنا في مؤسسة أخبار اليوم من بداية الثمانينات. هو كشخص هو شخص يعني في حاله جدا، وكان يعني مش من هواة الدخول في المواكب، فكان دائما له شخصيته المستقلة، مش هقول المنعزلة بس اللي هي لها حدود، واخد بالك. فكان يتعامل مع الجميع دون أن يمكن يراه الكثيرون، يعني كنا دائما بنشعر بوجوده رغم أنه ما كانش دائم التواجد في وسط الناس، لكن باسمه وبألمه كان موجود في وسط الناس كلهم.